اليوم شاركنا في اجتماعان هامين، الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة المتابعة، اللجنة الوزارية المتابعة جي ام ام سي، وكذلك الاجتماع الواحد وعشرون لوزراء الدول الموقعة على التعاون المعروفة بالأوبك بلس. في الاجتماعات هذه درسنا مدى احترام دول الأوبك بلس، 23 دولة، حصص إنتاجها بالنسبة لشهر أوت، وسجلنا بارتياح تام احترام الكامل لحصص الإنتاج لكل الدول اللي وصل 119%. قررنا اليوم 23 دولة أوبك وشركائها الأوبك بلس، على أننا نواصل في زيادة لشهر نوفمبر 400 ألف برميل في اليوم. بالنسبة للجزائر راح تكون حصتها في الإنتاج لشهر أكتوبر 942 ألف برميل في اليوم، وإن شاء الله في شهر نوفمبر تكون حصة إنتاج الجزائر 952 ألف برميل في اليوم.